أنا ست كبيرة في السن، إنما عشان أحفادي عشان ولادي، لا في تغيير للأحسن فلازم نشارك. فعشان كده نزلت عشان ليا صوتي وأشارك بيه. لازم عشان انتخب ده أمانة لازم أعملها أولا، ثانيا نازل أشوف اللي بيمثلني هيقدر يفيدني ولا لأ، فهدي صوتي اللي هيوصل صوتي، ودي رسالة لكل الناس يعني لازم كل واحد يعمل اللي عليه عشان البلد تمشي لقدام.